استكمالاً لجولاته في مختلف المناطق اللبنانية، زار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منطقة عكار في الشمال اللبناني، حيث وزع سلالاً غذائية وفرشاً لـ700 عائلة سورية نازحة إلى عكار وجوارها. ليست المرة الأولى التي يقصد بها مركز الملك سلمان هذه المنطقة، ولن تكون الأخيرة، انطلاقاً من حجم النزوح الكثيف فيها وسعياً من المركز لتلبية حاجات أكبر عدد ممكن من النازحين. أنا مفصولي والله من كرت التغذية، أو شو بدنا نسوي؟ بعين الله والله يحميكم ويحمينا، ونرجع إن شاء الله عبلادنا، ما بريدكم غير سالمين ودايمين. اليوم شو بتقولي للمملكة العربية السعودية على هالمساعدة؟ شكراً إلون وعهالبعاتي اللي بعتولنا إياها لهالأطفال يناموا عهالتراريح، وبعين الله شو بدي أكثر من هيك، ومنشكره. الله يديون الخير يا عمي، الله يديون الخير، الله يديون الخير، وبشكر الملك سلمان على هالمساعدة الإنسانية. النازحون في عكار وصلوا بغالبيتهم إلى لبنان مع انطلاق المعارك في الداخل السوري، ولا يزالون حتى اليوم يعانون من الظروف المعيشية الصعبة والقاسية، وفي المقابل يؤكدون أن المملكة العربية السعودية لم تتوانى يوماً عن مساعدتهم. تفائل ترجع قريباً على سوريا؟ الله كريم، الله كريم، نرجع إن شاء الله لبلادنا. محطات العطاء تتواصل، ومركز الملك سلمان ينتقل في اليومين القادمين إلى جبل لبنان ليكون بجانب النازحين في تلك المنطقة. لا حدود يمكن أن تعيق عمل مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين، فالمركز مستمر بالوقوف إلى جانب السوريين وتقديم كل عون ممكن لهم. من عكار، مرسل كرم، الإخبارية، الشمال اللبناني.